مأساة عائلة بنعامة بغردايا التي انهشت الكلاب الضالة أجساد أفرادها. حركت السلطات المحلية في هبة لأجل القضاء على الكلاب، ولكنها هبة أثارت جدلا شعبيا وفقهيا بسبب استعمال السم القاتل بدل الرصاص في القضاء على الكلاب. في انطلاقة ميدانية تعبت الكلاب الضالة ورانا نستعملوا فيها السم، وهذا الأمر اضطرينا له عدم تواجد الكرطوش. طالبنا السلطات المعنية بالأمر هذا، ناشدناهم عدة ما كانش استجابة منهم. استعمال السم في القضاء على الكلاب فرق الآراء حتى على مستوى المسؤولين، فوالي ولاية غردايا حمل مسؤولية القضاء على الكلاب المشردة إلى البلدية، ووعد بتوفير كمية معتبرة من الخراطيش بعد نفادها من مخزون البلدية. رئيس البلدية يتحمل كل المسؤولية، لكن بطبيعة الحال احنا كسلطة وصية نتابع الأمر بدقة. الشيء اللي احنا عندنا مدة انطلقنا في هذه العملية، لكن في المدة الأخيرة كان فيه قلة، يعني عدم وجود الخراطيش. طلبنا بصفة رسمية، راسلنا بصفة رسمية، حتى سددنا المبلغ، يعني مدينا حتى الفاضل البوند كوموند، ننتظر باش تجينا الخراطيش هذه. وبين ارتجالية المسؤولين ورأي الشارع يبقى الغائب الأكبر رأي الدين. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ومعنى أحسنوا القتلة أن يكون القتل بوسيلة مريحة لهذا الحيوان. الآن عندنا وسائل كثيرة لعملية القتل، فالمختصون هم الذين يقدرون عملية سهولة القتل، أما عملية السموم وما إلى ذلك فيخشى أن تكون وسيلة ضارة لهذا الحيوان. كأما إذا كان الموت مؤلم ويطول موته أو يبقى بعلة ولا يموت فلا يجوز ذلك. حياة أطفال بلدية المنيعة في ولاية غردايا صارت محفوفة بالمخاطر بسبب انتشار الكلاب الضالة، فإما النهش أو المناظر المفجعة للكلاب وهي تتعاطى السم.